سلام سلام في الجزء الأخير وهو الجزء الرابع. أولا وقبل كل شيء، شكرا شكرا لكم من أعماق قلبي، شكرا على الجمالية ديال التعاليق ديالكم وعلى التفاعل ديالكم الإيجابي مع الحكاية ديال مريم. وبلا ما ننسى نقول لكم بلي أنا وعجبني بزاف الاعتذار ديال البعض منكم لمريم بعد ما شاف الجزء الثالث وتأكد بلي أنا قصة حقيقية. المهم أنا بغيت نقول لكم كنرفع لكم القبعة ديالي، ولكن ما عنديش احتراما وتقديرا صراحة للمتابعين ديالي اللي والله احتركم في المستوى، وتأكدوا بلي أنا راني محظوظة بكم كيف ما انتم محظوظين بيا. غير هو قبل ما ندخلوا في هذا الجزء الاخير كنصحكم بلي انه قبل ما تبداو هذه الحلقه اذا عندكم شي ماريو باش انه تتواجبدوه، ولا شي كوزينه تخمل جبدوها، ولا شي كويشه سيروا لشي قنيه تجبدوا، واجيو عطوني ودنيكم حيتاش اليوم لاول مره غادي نسهروا مع بعضياتنا لواحد المده اللي هي طويله واللي ما مولفهاش معكم. هذه الحلقه في المفروض انها تحط البارح، وبما انها عامره باحداث وحده اخرين اللي غادي يزيدوا صدموكم لسبحان الله، فدرت سونداج ولقيتكم باللي انكم متفقين انني نخليها لكم حتى اليوم وما نفرقاش لكم ونخليها طويله. فخلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله توكلنا على الله لنبدا. خلينا فاش ماما غادي تعيط للعائله وكل شيء تجمع لينا، وانا بديت كنغوت حتى طحت حداه وضربوا لي شي شوكه ودخلوني لواحد البيت حيتاش جاني انهيار عصبي. داروا الاجراءات وخرجوا لي ولدي وداوه للدار حيتاش ماما قالت لهم ضروري باش اننا نديوه حتى تفيق مريم باش تشوفوا. واخا بابا وخويا قالوا ليها ضروري ندفنوه، ولكن قالت لهم حتى حد ما يقيسو حتى تفيق امه باش انها تشوفو. ضرباتني الفيقه من بعد ما نعس شي ربعه ديال السوايع. جات ماما وخالتي داوني للدار اللي لقيتها كلها عامره، كلشي تيبكي كلشي كيغوت، كان عزيز عند كلشي وكلشي تيشري ليه وكلشي تيصايب ليه. ولاد الحومه اللي كانوا كبار عمرني ما دويت معاهم، حتى هما لقيتهم جايين تيبكيو وتيقولوا ليا هذاك راه صاحبنا وديما كان تيدوي معانا. تحد ما تيق كلشي مصدوم صغير والكبير، وحتى اللي عمرنا ما دوينا معاه غادي يجي داك النهار. واحد المنظر كان عجيب، كلشي استغرب كيفاش داك الوليد بات مصبح. مدرسته كلها جات، الاساتذه جاو، كلشي تيبكي، كلشي فقد في الدرس، صحاباتو صحابو اللي كانوا جالسين حداه في القسم، ديك الأسودة ديالو غتحمق أكثر من ديك. المهم صافي سهلة ودخلت أنايا لقيتهم صافي مكفنين ومقادين وسكتاو. نقول لك شختي أويا واخا نعيا نوصف لك شتي الإحساس ديالي، نعيا نوصف لك شحال ضريت، نعيا نوصف لك شحال، ولكن أصعب آلام أصعب آلام إنك تشوف ولدك مكفن وغادا خارجين فيه وعارفة معمرو غيهضر معمرو غيجي معمرو غيتكلم معمرك غتعاودي تسمع كلمة ماما. صراحة لهلا يعيش يمسلم هذاك الإحساس اللي عشت داك النهار. تخيلوا معايا بقيت خارجة كنغوت من مورا لومبيلونس وأنا ما عقل على والو غير ماما اللي كانت كتعاود ليا من بعد. عييت ما نتوهم ونقول لهم راه حي، راني كنشوفو كيتحرك، راني كنسمعو تيعيط ليا، غادي نعاود من جديد نطيح وغادي نغيب. هزوني الإنعاش وغادي ندوز فيه ليلة كاملة، هو حبيبي مشاو دفنوه. والصباح ضربتني الفيقة، نطرت داك السيروم من يدي وتنقول لهم علاش ما فيقتوش ولدي، فين ديتوه ليا؟ عياو يهدنوا فيا. وقالت لهم ماما عافاكم غير خليوها، رغبتها باش انني نمشي للمقبره. مشيت ولقيت مازال الريحه ديالو في داك التراب، طحت عليه ما قدرتش نوض. كتعاود لي ماما بلي انه غادي يجي بابا وحتى عمامي بزوج وخويا كيهزوني، وانا بحال كان فيا شي 100 قنطار ما كيقدروش عليا. لصقت لصقه وحده وناعسة عليه وما بغيتش نوض. ماما غادي تطلبهم باش انهم يخليوني شي شويه. دوزت الساعه الاولى الساعه الثانيه صافي بزاف، وانا غادي تعيط على رجال اللي غادي يجيو يهزوني. هما كيجروني وانا كنت كنجبد حتى غلبتهم وطحت في بلاصتي. انا الله يسمح لي انا ذاك ما كنتش متقبله هذا الامر، واخا امنه بقضاء الله والقدر ديالو، واخا كلشي تيقول لي هذه راه عين هذه شي حاجه اللي طيرات لك هذا الوليد، ولكن انا تنرجع وتنقول قضاء وقدر، وهذا مكتبي باش انني نعيش ونفقد كبدتي وقلبي غادي يمشي معاه. تخيلوا معايا انا والحياه ديالي غادي توقف ليا فاش هو مشى. ربي امتحني بانسان كنت الهوا ديالو كنشمو، بالليل ما كننعش الا ما حطيتش نيفي حدا نيفو. الحمد لله انا مامنه بهذا الشيء، واخا في الاول كنت درت شي حوايج ديال الجاهليه الله يسمح ليا، ما كنتش قاده ولا مستحمله ولا حتى مستوعبه شنو كيوقع. دارنا ديما عامره والناس تيبكيو، وداك المنظر كان عجيب. واحد الايام اللي دازو تقال على قلبي، ما نقدرش ندخل لبيتو اللي فيه حوايجو الادوات ديالو، واخا ماما حيات ما تجمع. احداث هاد المرحله كانوا طوال، كنت كنعس بالليل وكنسمع ماما ماما وكنبقى كنتبع داك الصوت حتى كنلقى راسي قدام المقبره. يا ما هربت من الدار وكان بات في القبر كنخلي العساس حتى كيتلها في شي حاجه
وكندخل. فاش كيجيو دارنا كيقلبوا عليا، كنت كنتخبى من مورا شي قبوره حتى كيخرجوا، وكنحط راسي فوق قبر ولدي، وكنبات الليله تما كلها. الحساس حمقته، فين ما ولا يشوفني كيعيط على ماما. انا ما كنتش نعقل على هذا الشيء كامل، غير هما اللي كانوا كيعاودوا لي من بعد. بعد ما دازت سنه صراحه اللي ما نبغيهاش العدويه، اللي قدر يخرجني من هذا الحال هو طبيب نفساني. خديت ادويه كنعس بالليل وبالنهار، ما بقيتش حاسه بالحياه، غير تنفيق تنشوف الضو كنتفكره هو ونرجع الناس. واحد الليله جاتني هيستيريا حيت طحت في التصويره ديالو ديال المدرسه اللي كانت مازال جديده، كانت يوجد للدخول المدرسي. هزيت الموس وغادي نضرب يديا، قلت لهم غادي نمشي عند ولدي حيت شي عيط ليا، خاصني غير نشوفه ونعاود نرجع. هزوني داوني عند الطبيب، غادي يغرزوا لي يدي، والحمد لله انه ما كانش شي حاجه اللي هي خطيره. بقيت بشويه بشويه مع العائله، وممتي الله يخليها ليا اللي وقفت معايا الوقفه ديال المعقول. الحاجه الوحيده اللي كانت خرجتني من هذا الشيء، الحاجه الوحيده اللي خرجتني من هذا الشيء اختي، هي الصلاه. هي الصلاه، هي الصلاه. وانا كنصح اي وحده اي كيبك المشكل ديالها صلي تتوضى وتركع وتسجد وتبكي تبكي 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 على الله وتقول لي بغات. قسما بالله الا كتحسي بالراحه، قسما بالله الا الرحمه ديال سيدي ربي كتنزل. بقيت مستمره في سوره البقره القران، وكنمشي عنده وكنقرا عليه القران. الحمد لله انا ذاك ربي غادي ينزل عليا الرحمه ديالو، وفمي عمرته غير بالحمد لله. وقررت انه صلاتي ما نبقاش بعيد عليها، ولات عندي في حياتي صلاتي، وكنتسنى غير فوقاش نلحق على ولدي. كنت كنوصل لواحد المرحله اللي هي خايبه، وكان كيخرج ليا ولدي في المنام وتينهيني على شي حوايج. واحد النهار غادي نحلم وقال لي دير الحجاب، من هذيك درت الحجاب الشرعي وتقربت من الله بزاف، وحسيت بالراحه وبالسكين والطمانينه. اللهم لك الحمد. غادي دوز عام وشي ربع شهور، رجعت كندوي مع سامي الخليل ديالي. ساق الخبر بالموت ديال ولدي، حزن عليه ولكن ما عمره ما سول عليا، بقى فيا الحال وتحجج بلي انه ما قدرش حيت خاف من عائلتي. المهم ومع اني وعدت راسي باش انني ما نبقاش ندوي معاه، ولكن انا ذاك الفراغ هو اللي خلاني باش انني نوض نصوني ليه، ورجعنا كنهضروا مع بعضياتنا. واحد ليله كنت غادا نمشي نشوفه، ديك اللحظه غادي تشدني واحد الكريز، وتنقول لماما بلي انا وعيني كيطيحوا ليا في الارض، فين هما؟ راه ما عنديش، وراسي راه بغيت تفرقع عليا. طلعت ليا السخانه وبديت كندخل وكنخرج في الهضره. خويا انا ذاك كان مهلوك بالسحر من ديك النسرين، وطالع عليه الخز في راسه. نقص قال ماما واش ما تسكتيش علينا هذه؟ قالت لي ماما انا ذاك غادي يهز التليفون ديالو، غادي يسول واحد الطبيب ودار لعندها ودوى معاها بواحد الطريقه اللي قنعها. وماما واش نخليو مريم تضيع بحال هكا؟ شوفي على حالها فاش هي ما كتنعش ما كتشوفو، وعينيها ما بقى لهم ولا يخرجوا من بلاصتهم. شوفي كيفاش ولات، كاع الرقات ديناهم ليها والسحر خرجناه منها. دابا ضروري خاصها شي علاج نفسي، ضروري نديوها شي مصلحه نفسيه باش انها تعالج، راه من اجل مصلحتها. ماما كلا ليها دماغها وقنعها، وداوني دخلوني لديك المصلحه ديال الادمان والامراض النفسيه، وغادي يوصي عليا الطبيب اللي كان صاحبه. دخلت وتقول لي واحد الشوكه، الصباح فقت قلت لماما شنو واقع، ها شنو كاين، ومن الاحسن انك دقلتي هنايا الدواء حتى هي غادي تقنعني. انا كان عندي صراحه فحال 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 الدار فحال الطبيب فحال الزنقه. تقبلت وتكلميت وجلست وطلبت منها التليفون واحد دقيقه. غادي نعيط لسامي وقلت ليه راني غادي نمشي مع ماما للعمره، وغير غادي نجي غادي ندوز عندك ان شاء الله. اذا ما جاوبتكش عرف بلي انه راه حنا ما هزينش التليفون وما مساليينش ليه. ما كنتش باغا نقول الحقيقه فين انا، ما كنتش مازال مستعده. ماما ما بغاش تخليني وتمشي، وقلت لها غير سيري انا اصلا ما عندي كسر. بقيت عايشه بحال اليوم بحال غدا، الايام كيف كيف والدويات كينعسوني. الطبيبه كتقول لي انت ما بين احسن المرضى عندي، خاص ضروري عائلتك تجي تعاود لك التحاليل وتشوف بلي انه صافي خصك تخرجي حيت وليتي بخير. عافاك الطبيبه ما تقوليش هاد الهضره ليهم، انا مازال باغا نبقى هنا، وهاد البلاصه راه نساتني في الدار اللي كتفكرني بولدي، حيت هنا عمرني ما عشت معاه شي ذكريات، وانا دابا مرتاحه. عافاك ما تقوليش لهم يخرجوني. دازت 20 يوم كل هاد الدويات، والسيمانه الاخيره ما عطاوني فيها حتى شي حاجه باش يتاكدوا من حالتي النفسيه اني ما بقيتش محتاجه الدويات. جمعت حويجاتي وخرجت ارتاحيت في الدار. ماما كانت خاصها انها تسافر باش تبيع شي ارض ديالها، وانا غادي تجيني الفكره انني نمشي نشوف سامي، ولكن وصلتني ماما باش انني نمشي نجلس مع خالتي وما نبقاش بوحدي في الدار. ديك خالتي كان جا عندها واحد ولدها من الخارج، هاد ولدها حياته كلها هو تيقول لهم انا باغي مريم نتزوج بها، وانا كنت رافضاه رفض تماما
لانه كان خبيث من الصغر ديالو، حيتاش كبرنا مع بعضياتنا وكنت عارفه كيفاش داير. هاد خالتي مسكينه كانت عزيزه عليا بزاف، وكانت عزيزه حتى على ماما وقريبه منها، وماما كانت مصرفه فيها غير الخير. قلت لها لا انا غادي نجلس شي يومين هنا في الدار ولا 3 ايام نرتاح مع راسي، ومن بعد ديك الساعه نمشي عند خالتي. ايوا صافي يا بنتي، عرفتي شنو؟ ما تنسيش انك تجيبي لي من عندها شي ذهب اللي كنت مسلفاه ليها مع شي فلوس ديوري. عيطت لسامي قلت ليه شوف انا غادي نجي عندك وراه ما عنديش التليفون، وهذا باش كندوي لك راه غير ديال بابا، حيت بابا كان ديك الساعه باقي مازال عايش معنا. ولكن قبل ما ندخل لهاد المرحله خويا كنت مناقشه معاه، عييت ما نقول ليه رجع لي داري وفلوسي، فلوس اللي كنت جامعه ديال الطلاق، ديال حمالتي، ديال حماتي اللي كانت عطاتني، وديال الولاد اللي كنت كنجمعهم كنت نعطيهم ليه، حيت كان تيقول لي اريهم ليا باش نستثمر لك فيهم. فعلا كان تيعطيني في الشهر وكان كيتحاسب معايا، وقال لي نهار غتحتاجيهم كاملين غادي نعطيهم لك. لكن فاش وصل لهاد المرحله ديال الكوكايين وانه ما بقاش عقل عليا وكنشوفو غير غادي وكيضيع، وخد الماما الارض على اساس باش انه يدير فيها مشروع ونطبعها ليها، ولاو فيه بزاف ديال المشاكل، وليت كنطلب حقي انه يرجع ليا. كانت مشكلتي معاه انه يرد ليا غير داري. في الاول كان كيتحجج بلي انه تيخبي لولدي الرزق ديالو، ولكن النهار مشى عند الله ولا يقول ليا حتى تولي انتيا بعقلك ونعطيها لك، حيت دابا غادي تمشي تضيعي رزقك غير في الفساد وفداك الشمكار ديال سامي عزكم الله. غادي يستغل الفرصه لما دخلت للسبيطار وغادي ياخذ ليا اي حاجه تيحس بي اللي انني متعلقه بها. خدا ليا التليفون طابليت ديال ولدي، وانا ما رضيتش نقول ليه عطاهم ليا حيت قال ليا بفلوسي باش شريتهم ليك. المهم نرجعو لما كنت كنوجد باش انني نمشي عند سامي، كان بابا في الدار اللي عاود تهدن واحد شي شويه بعد الموت ديال ولدي. سولني فين غدا، قلت ليه انا غدا عند خالتي، وهاد خالتي هو ما كان تيحملها ولا تيقبلها، حيت هي من داك النوع اللي كانت ناشطه، واخا كانت كبيره كانت كتلبس لواحد اللباس اللي كان صغر منها، راكم عارفين كيفاش تيكونوا داك النوع ديال العيالات. وراجلها ميت وكان بابا متهمها بلي انها خارجه على الطريق، ولكن هي كانت غير فرفوشيه. انا قلت ليه بلي غادي نمشي لعندها، وانا كنت عارفه بلي انه ما تيحملهاش وما تيدويش معاها. قلت ما غاديش يسول عليا عندها، فكذبت عليه، وانا داك كنت غادا عند سامي حتى الليله الاخرى عاد غادي نمشي لعند ديك خالتي. المهم بقى بابا حاضيني ورد معايا البال، غير هو خرج انا خرجت وشديت التران. تليفون ما عنديش، ما كاينش لي صوني ليا، حيتاش ماما عارفه انا فين غدا وتيقه فيا. غادي نمشي ندوز معاه الليله الاولى، واخا راني عارفه بلي انه هادشي حرام وما خصوش يدار، ولكن فين هو العقل اللي يقول لي بلي انه هادشي بحال دابا؟ قسما بالله نسيت ما قلت لكم بلي انه الليله قبل ما نمشي غادي نحلم بلي انه طلعت في التران، وولدي كيجبدني وانا كنجبد وتيقول لي ما تمشيش ماما عافاك. الليله كلها وانا مقاتله مع ولدي ما بغانيش نمشي، ومع ذلك ما ديت وما جبتش في ديك الحلمه وما حطيتهاش في راسي. انا ديك الساعه كنحس براسي بلي انه غير عقلي تخربق، وحسيت براسي بلي انني كنتخنق، وجاب لي الله بلي انه بحيله مع داك الانسان راني كنعيش الحياه، حيتاش كنت كنخرج معاه كنسهر معاه في الملاهي، ولما كان تيشرب الخمر كان كيذوقني، لدرجه انه ولات كتعجبني هاد الحياه، حيتاش فيها كنت كنغيب وكنرتاح، وانا ديك الراحه عييت ما نقلب عليها، ما كنتش كنلقاها غير فاش تنغيب عقلي بالمحرمات. واخا كنت مامنه من اعماق قلبي بلي انا وهذا الشيء راه حرام، وفي نفس الوقت كنت تنصلي، بديت كنقول غادي ندوز غير هاد يومين وغادي نتوب. المهم هو دوزت معاه 3 ايام كنهزني من فوق من عينه ونساني الدنيا وما فيها، ولكن كل شيء كان حرام في حرام. نسيت المحنه، نسيت الطبيب، نسيت الفراق، نسيت بلي انه خويا واكل لي رزقي. نهار الرابع فاش فقت قلت ليه شوف اسامي انا غادي نمشي عند خالتي اليوم، حيت خاصني ناخذ شي امانه من عندها ديال ماما. انا داك كان فيا ما ناخذ والو من عندها، ولكن غير كدليل اللي خلي ماما باش انها ما تشكش فيا وتقول بلي انه بصح راه مريم كانت عند خالتها. ركبني في الطاكسي وشديت الطريق لعند خالتي، وصلت دقيت ما جاوبني حتى شي حد. شويه بديت كنصوني في الباب، وها هو غادي يطلع عليا داك ولدها الخبيث، داك ولدها اللي انا وياه كنقتل الفار. هو تيقول لهم بلي انا غادي نتزوج بها صحه، وانا تنقول لهم هذاك هو اللي ما غاديش نديه، ما تنحملوش تنكره، حيتاش من داك النوع اللي عاجبو راسو، والبنت اللي شافها تيقول بلي راه ديالي الى ما اخره. سلام واش كاينه خالتي؟ طلعي. رمى ليا الساروت، حليت الباب وطلعت الفوق. فين هي خالتي؟ ما عرفتي صحاب لي واش كاينه، ولكن منين هبطت لتحت كنقلب عليها نقول لها بلي راكي هنا ما لقيتهاش. بالحق راني صيفطت لها ميساج، جلست وبقيت كنتسنى. غادي صيفط ميساج لمو، يمكن قالت ليه انا ما جاياش وما قالهاش ليا،
وبقى هكاك، بقى جالس شويه كنشوف الظلام كيطيح. سولته فلان واش ما جاياش خالتي قبل ما يطيح الليل بعدا، وكيف قلت لكم التليفون ديالي ما عنديش باش نصوني عليها. لقيت 8 ونص ديال الليل، بقى عليا لا راها جايه غير معروضه عند صاحبتها راه تسالي وتجي، هادشي اللي قالت ليا. المهم انا حسيت بامان حيت قلت هذا راه غير ولد خالتي، كيف ما كان الحال راه ماشي مشكل. حتى العشرة نخرج ونشد الطريق، بانت ليا تسعود عاوتاني سولته واش مازال فلان. مريم راني دويت ليها، وديك السيده عند من مشات قالت ليها والله ما تمشي، وماما دابا راه حشمانه منك وقالت ليا الله يعطيك الستر عافاك 8 راه غادي تكون هنايا. وشوفي دابا اختي انا راه عندي خدمه على برا غادي نخرج، ما تخافيش من جهتي راه الدار دارك، باتي نعسي مرتاحه. المهم حتى تجي ماما الصباح. انا فاش قال لي غادي نخرج ارتحيت، قلت ايوا الليل هذا ما عندي فين نمشي وهو اصلا ما كاينش. بقيت متكيه وشعلت التلفازه وجالسه فوق السداري. دخلي لبيت مريم، لا لا بلاش نجيب لك ما تاكلي، واخا كان فيا المود ديال الجوع. قلت ليه لا غادي يجيب لي العصير داك الصغيور ديال الكراتن، واش بغيتي؟ لا لا ما تيعجبنيش فلان. شنو بغيتي يا مريم؟ غير قولي شنو نجيب لك. انا حسيت بلي انه بحال عيقت عليه، قلت اجي نشرب نيت شي حاجه حيتاش كانت فيا السخفه من الصباح ما كليت والو. قلت ليه راه ما تيعجبنيش هذا، كون غير جبتي لي هذه الماركه. مشى هبط شراه ليا خواف كاس وعطاني نشرب في امان الله. قال لي شوفي انا غادي دابا سدي الباب من مورايا، بسلامه بسلامه. تكيت دارت الوحده جوج ونص ثلاثه، هنا تنسمع الباب كيتحل. انا ما عارف شنو وقع ليا، بديت كنحس غير بالدوخه وراسي تيضرني، وتنحس براسي بلي انه مسخسخ. بديت كنشمشم في داك العصير وكنشوف قاع الكاس دخلني الشرب، تنقول لي والسيد حل القرعه قدامي وخوى ليا في الكاس قدامي وشربت منه، يكون زعما دار ليا شي حاجه. داكشي ديال الافلام بدا كيدور ليا في عقلي بقوه الشك. شويه بديت كنحس بالباب كيتحل، بشويه شدتني الخلعه نقز غادي نقص التلفازه، وبديت كنتصنت وتنحس بداكشي طالعو تيقرب. ها هو بان ليا جا. جيتي؟ ويلي مازال ما نحسيش يا مريم. لا ما جانيش الناس، سالات خدمتي وجيت شويه بكري، سمحي لي هذا فيقتك. فاش كتفرجي؟ والو راني غير شاعلها وصاف. وعرفتي اجي نقلبوا على شي فيلم نشوفوه بزوج بما انه ما فيناش الناس. بدا كيقلب حتى لقى واحد الفيلم، بدينا كنشوفوه، ومره مره كان تيسولني ومره مره كان كيتفرج. السيد هو بدا كيكحز حدايا، وهنا بديت كنشم ريحه الخمر فيه اللي كنت عارفاها. قال لي ايوا قفزت من بلاصتي. مالك قفزتي؟ كتخافي مني؟ علاش غادي نخاف منك؟ شكون انت؟ راه انت اللي تخاف مني. بدا كيضحك. صراحه انا نخاف منك، غادي شديها في يدي وغادي زيرها، غادي نقول لك زوج كلمات، عمرني ما نسيتك وراني مشيت للخارج وشفت الغرق ديال البنات، وديما كنتفكر ديك مريم اللي ما بغاتنيش. علاش ما كتحملينيش؟ لا ما تقولش هكا كفلان، انا ماشي ما تنحملكش، غير حنا ما مفاهمينش، وانت كتطلب مني شي حاجه انا اللي ما باغاهاش. راني باغيك الحلال ونعيشك ملكه وندير لك اللي بغيتي. لا لا خويا انا ما باغاش، وانت بحالك بحال خويا فلان. ناض قفز تيغوت، انا ماشي خوك، ما تبقايش تقولي لي خويا، انا اصلا ما عنديش الخوت، كتفهميها؟ صافي صافي غابرد. شويه بان لي السيد ناض وقف عليا وبدا كيدير شي حوايج مخلي لي الحياه. انا وقفت وقلت ليه غادي تبعد مني ولا غادي ندير لك شي شوها هاد الليله؟ باغا تغوتي غوتي، غادي يلوي لي يدي وغادي يدورني لعندو وكيحزني وبقى شادني، يد قجاني ويد شاد ليا بها يدي من اللور. شنو غادي ديري دابا؟ ياك فايت ليك مزوجه ومطلقه، اش غادي يوقع اذا قبلتي عليا اليوم بلا شوها ومن بعد نعطيك اتساه؟ سمع هادشي هو اللي عمره ما غادي يكون. ايوا وفي هاد اللحظه هو كيجبد وانا كنجبد، ولد الحرام غادي يغلبني وغادي يرجعني للعهد ديال شحال هادي فاش كنت مزوجه بداك خاينه ديال عثمان. عييت نتقاتل، حتى لواحد اللحظه عطاني تصرفيقه فيها تزنزنت اللي فيها باغا نتحرك ولكن ما قداش، وبحال دخلت في صدمه ديال دقائق اللي هما طوال وهو كان بدا كيتعدى عليا. من بعد غادي نجمع كاع الجهد ديالي ديال الدنيا والدين وغادي ندفعو دفعه اللي جا ملاوح في السداري. نضت وهزيت قرعه ديال العصير خويتها لي على وجهه وضربته بالكيسان وبديت كنغوت عتقوني وعباد الله على حر جهدي. عاوتاني تبعني جرني وخبشني من وجهي وقعش لا احداث اللي كانوا خباتين في ديك الليله الملعونه. من بعد مشى طلع وخلاني، فاش مشيت كنجري الباب باش انا نحلو ما لقيتش السوارت، لقيتهم حيدهم. بقيت جالسه وهو كيطلع ليا من الفوق وكيتشفى فيا. بقيت هكاك حتى صبح الصباح وحسيت باللي انه بدا الرواج في الشارع. شويه هو تم هابط حل ليا الباب وهنا كنتلاقى خالتي قدامي. ياك لاباس شنو وقع لك؟ نطت كنطير لعندها على النقطه وقلت لها خالتي اش دار لي ولدك؟ اش دار لي ولدك؟ اش دار لي ولدك؟ حسيت براسي بحالي تحقرت، حسيت براسي بحالي الحرام حقرني وغلبني غلبني غلبني. انا كنقول الجهد ديالي ما نقل
واحد يقيسني، ولكن غلبني 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 والحرام غلبني غلبني. يعني راني عطيت لكم شوفي شنو المجهود اللي درت معاه باش انه ما يقيسنيش، ومع ذلك تخبش في وجهي، تخبش في عنقي، جرني من يدي الوها اللي كنحس بيدي بحال اللي مقروضه. المهم حالتي حاله، وانا جالسه كنتقاتل انا وياه. المهم نطت عند خالتي قلت لها خالتي يا شنو دار لي شنو دار لي، وكتقول له والحرام شنو درتي واش حماقيتي، خسر عليها زوج كلمات، لا انت لا بنت اختك غير بوحاطيات تجمعتو، خرج وخلانا. سمعي خالتي انا غادي نمشي نعيط على البوليس. لا راه ما يمكنش، لا بنتي انا مزوقه فيك، ما ديريش لينا هذا المشكل، والله حتى نمشي ليهم نيشان. عاونيني جيب لي غير كاس ديال الماء. عافاك بنتي. لا لا خالتي راني باغا نشوف على وجهك، ولكن غير سمحي لي راني تعرضت للاغتصاب وتمرمرت ودكدكت، غادي نهز التليفون ديالها وعيطت لماما وقلت لها شنو وقع. بقات مسكينه اولي على ولد الحرام، اولي شنو غادي نديرو، ويا بنتي تابعينك غير الكوارث فين ما مشيتي، انا دابا غادي نشد تي جي في وغادي نهبط لعندكم. مشيت للبوليس غادي نعاود لهم شنو وقع، داوني عند الطبيبه باش انهم يتيقنوا. فعلا لقاو بلي انا عندي اختصاب مع تفاصيل وحده اخرى، ودارتهم ليا الطبيبه في داك الرابور. مشاو للبوليس يجيبوه، لقاو خبر. لحقات عليا ماما هي وخالتي الكوميساريه اللي طولت فيها من الصباح حتى العشيه. خالتي غادي تقول لينا انا معاكم، وحق مريم ان شاء الله ما غاديش يضيع. ماما كتقول اويلي اش غادي نديرو، اويلي دبك ساق الخبار وعاوتاني الناس. مره كتعنقني ومره كتقول لي اويلي كوني شفتي تما ما تجلسيش يا مريم، وانا تنقول يا ربي غير ما تسيقش لي الخبار على ديك 4 ايام فين دوزتها. كنحاول نبعد خالتي ونقلب الموضوع. المهم غادي نعطي الاقوال ديالي، ودفعت داك الدوسي وشدينا تران ورجعنا في حالنا. دخلت للدار دوشت ارتحيت، يلاه داتني عيني وهاني تنسمع الغوات ديال بابا. اش هادشي وقع؟ اش دات؟ واش هاد خيتي تابعنا غير المشاكل؟ واش حنا ما غاديش نرتاحوا؟ ما حسيتش براسي غادي نخرج لعندو واخا ما فيهش لي يتحرك. شوف انت نقول لك الزوج ديال الكلمات وخرج عليا من داري وما بغيتكش، وانت اصلا السبب في هادشي اللي في حياتي اللي تخربات ليا، واش انا تشكيت عليك؟ تندور عند ماما وكنقول ليها علاش قلتيها ليه، هو راه باغي غير يتشفى فيا، علاش كتعيطي عليه؟ وضروره بنتي راه خصو يعرف، راه ما يمكنش نبقاو طالعين هابطين غير بوحدنا عند البوليس، راه خاص يكون معنا شي راجل. دار لعندها وقال ليها والله لو وقفت معاكم اذا جاوا سولوني البوليس غادي نقول لهم بلي انا وبنتي ما كتسواش، وبنتي راه بنت الليل، وداك ولد المراه راه ما يديرش ليها هادشي، وعلم الله شكون. تغاوتنا كل واحد من جهته وهو يمشي في حاله. بقيت مع ماما وقلت لها اخر مره توقع شي حاجه في حياتي وتقوليها ليه، والا غادي نهز حوايجي ونزيد، راه ما بقى عندي ما نخسر، الا رزقي راه ضاع ليا، وخويا اللي خويا راه دا ليا كلشي، وهذا الدار غدا ولا بعدو غادي يبيعها فوق من ظهرنا. المهم غادي يوصلني الخبر لغدلي بلي انهم غادي يشدوا ولد خالتي، غادي يواجهونا مع بعضياتنا، هو غادي ينكر كلشي، وفي ديك اللحظه غادي نوض نغوت حشومه عليك فلان، شنو درت ليك؟ علاش اديتيني؟ علاش وديتيني كدابه؟ كان نغوت ما سكتش وتنبكي تنبكي، وهنا حتى بقات يقول ليها سمحي لي يا مريم، انا اديتها، انا درت ليها وفعلت لها وتركت لها. بديت يقول لهم التفاصيل كلها، غادي يهزوه وداوه، ورجعت انا للدار مع ماما. ديك الايام هي مسكينه كانت عيات ومرضات، انا رجعت للدواء وبقيت عاطيها غير النعاس بالنهار وبالليل، حتى دازت واحد الاسبوع. واحد الليله جات خالتي اللي هي امو كتقول لينا شوفوا انا راني معاكم وفي الجلسه غادي نشهد معاك، وانا شفت كل شيء وما يمكنش نشهد مع الظلم. بقات كتبكي وما خلات ما دارت. حنا ارتاحينا حيتاش امو غادي تشهد في ولدها وغادي تثبت عليه التهمه. علاش غادي تثبت عليه التهمه؟ حيتاش هو قدام البوليس غادي يعترف في الاقوال وحد اخرين، وقال لهم بلي انه هذا الشيء راه ما كاينش. المهم قالت لي ابنتي ما جبتش معايا ما نلبس، عافاك عطيني شي حاجه نلبسها. سيرة خالتي البلاكار هزي اللي بغيتي، لبست البيجامة ديالي وجات جلست حدانا، صايبات لنا الحسوة ونعسنا. صباح ماما كتعيط لي مريم مريم فين خالتك؟ يمكن راه في بيتي نعسة. لا راني ما لقيتهاش. تكون مشات؟ راه مشات للباتيسري تجيب لنا فطور ولا شي حاجة. رجعنا تكينا شوية كنسمعوا الدقان بالجهد. اويلي شكون تيدق هاد الدقان؟ شكون؟ كنسمعوا الصوت نتاع رجال. واش مريم فلانة هنا؟ اييه ياك لاباس. حلي راه معاك البوليس. يا ربي السلامة. سمعتها نط قلت هذا خويا وقعت ليه شي حاجة، انا ما دايرة والو وماما كذلك، دونك هادشي اللي واقع راه مولاه خويا. قفزت لعندهم اش واقع مال خويا؟ انت مريم تفضلي معانا. علاش؟ خالتك متهمك باللي انك سرقتي الذهب ديالها وفلوسها. اويلي شكون خالتي فيهم؟ خالتك فلانة اللي دعيتي ولدها وسبيتي فيه الاختصاب ديالك وسرقتي ليهم الفلوس، وهاشنو هاشنو هاشنو. ودابا راه عندنا امر بالتفتيش باش اننا نتاكدوا واش الفلوس والذهب راهم عندكم. امي انت على هاد المصيبه منين نزلت ليا عاوتاني. وشوفوا دابا قصه وحده اخرى فاش غادي ندخلوا. قال لك خالتي يا حسره
اللي ما خلات ما دات معها ماما وعاونتها، وهي اللي صيفطت ولدها للخارج وعاونتها باش حتى هي تمشي للخارج ما مره ما زوج وديرها فوق من عينيها. شوفوا دابا معايا تقوليبه اللي دارت ليا، طمعتني باش انها تشهد معايا وجات بنت الحرام باتت معانا. انا بكل ثقه في الناس قلت لهم غير دخلوا، حيت كان عندي يقين ملي انا ودخلتي ما زدت لها حتى شي حاجه وانا بريئه. بكل ثقه في النفس تنقول لهم دخلوا، انا راه ما زدت والو لهاد خالتي، وراكم غير غادي تعذبوا، راه ما كاين والو، راه كانت نيت بيتها معانا في امان الله حتى لهاد الصباح هاد مشات فحالها. نوضي انت يا خالتي الغداره فاش دعيني قولي لهم سيروا قلبوا في ديك البلاصه فين كاينين حوايجها راه مخبيهم تما. يا بنت الحرام فاش مشات تلبس الحوايج اولا البيجاما اللي قلت لها سير لبسيها خبعتهم تما، وحطات لي واحد السويك صغير فيه الذهب والفلوس وواحد الشيك بسميتها. خرجوا عندي جابدين داك السويك، ديال من هادشي شي ديالي ما يمكنش، اجي معايا فلانه هادوك حوايج كل حوايج بنتك ديال بنتي ما زادوش معانا هضره، يلا معانا. اويلي فين غادي نزيد معاكم، اويلي راه خالتي كانت بيته معانا غير البارح، ها هي الحسوه فوق من الطبله سرباتها لنا بالليل. بديت كنغوت، تجمعوا علينا الجيران والبوليس يجروني، طلعت في الصطافات. المهم واحد الشوها ما ليهاش وها، ماما مسكينه بقوه الغوات مشى ليها الصوت كتقول لهم غير تلقوا لي بنتي وهي مجيفه. مشيت وتبعتني، مشيت في الصطافات اللي عمرني ما عرفتها حتى كيفاش دايره، كنشوفها غير في الافلام، بوليسي من هنا والاخر من هنا، بحال شادين شي ارهابيه ولا شفاره محترفه. انا غدا تنقول لا هادشي راه غير حلم وغادي يسالي هنا انا متاكده، وهنا غادي نتفكر ولدي اللي كان تيجبد فيا وانا كنجبد. المهم الاحداث كانوا طوال ديال هاد المرحله واللي ما كرهتش صراحه حتى هما نزيدهم لكم، ولكن النتيجة ديالهم الأهم. بما أنه التهمة كانت ثابتة عليا فخاص ديك خالتي أنها تنازل ليا، غادي يضر معايا المحامي، إذا بغيتها تنازل ليا خاصني نتنازل على الأقوال اللي درت لولدها ونقول بلي داكشي اللي عاودت راه ماشي بصح. في نظركم شنو غادي ديروا نتوما في بلاصتي؟ أيه ما عندي ما ندير، ما عنديش اختيار، غادي نقرر باش أنني غادي نتنازل حيتاش ما قداش نزيد نهار واحد في داك الكاشو اللي كان بارد والريحة ديال الغمولة كتقتل وغير غاديين وكيدكسوا في البنات تمايا. المهم سنيت التنازل ديالو ورجعوني لبلاصتي. دوز ديك الليله تما البرد والجوع وريحه الكارو عزكم الله، كيفاش مريم وصلتي لهادشي؟ كوني سحاب لي هادشي ما نخرج اصلا، جرني ولدي في المنام وما ديتهاش فيه. بقيت تنفكر تنفكر حتى الصباح، غادي يفيقونا بالسوارت اللي تيحلوا وطلعونا كاملين باش ندوزو قدام وكيل الملك. لكن قبل كان عندي لقاء مع المحامي ديالي اللي قال لي بلي انا وخالتك طلعت خطيره. علاش ياك لاباس ما بغاتش تنازل ليك؟ اويلي واش غادي تخليني في هاد القهره ديال الحبس؟ ياك ولدها خرج لا مازال، ولكن عطاو الاعفاء غدا باش يخرج. العار شنو بغات ما عرفتش. قال لي المحامي انا فاش صيفطت لها التنازل قالت لي والله لا تنازلت ليها، نخليها تعلم مزيان تفلى على سيادها. اويلي وحدي شنو هذا؟ دخلت قدام القاضي في ديك الجلسه شويه غادي ينطق، حكمات عليك المحكمه بست شهور ديال الحبس وغدوزيها مع غرامه. عاتي بديت مع ديك الهضره نقولك واش انا كنحلم؟ واش انا كنتفرج في شي مداوله؟ واش انا كنحلم مع عباد الله؟ راه ما يمكنش انا راه الحلم اكيد كاع. كيفاش تحبس؟ انا وليت محبسيه، انا وليت في الحبس، انا وليت كنسمع مريم غتدخلي للحبس كوالي ب 6 شهور ما درت فيها حتى حاجه. هو اللي تعدى عليا، هو اللي اختصبني وعطاو غير 3 شهور، وحيتاش انه التهمه ديال السرقه ثابته عليا داكشي باش عطاوني ديك المده. ما بقى ليا الا اختيار واحد، انه نقول الحمد لله. وكنقول الحمد لله، نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، انت اختاريتيني انا صافي، انا مستعده، انا مستعده لاي حاجه يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صافي بقيت غايبين وبين راسي كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صافي فاش كنا خارجين لقيت ماما برا وبابا وخويا وخالتي ديك اللي اخرى ويمشي ولاد العائله وهذا وكلشي واقف. ماما مسكينه كتغوت كتقول يا بنتي اش غنديروا بنتي في هذه المصيبه؟ يا بنتي اش غنديروا لك بنتي في هذه المصيبه؟ بابا تيشوف فيا تيقول لي انت بقيتي كطير تجبتيها في راسك، انت بقيتي كطير تجبتيها في راسك، انت بقيتي كطيري. وكيستهزئ مني تيشوف فيا واحد الشبه الاحتقار. خويا تيقول له شنو خويا عاوني خويا، تيقول لي انا ما عندي ما ندير لك انت درتيها في راسك. ماما مسكينه بوحدها اللي كتنقص وسط منهم كتقول لهم بنتي مشات ليا، بنتي مشات ليا، بنتي ضاعت، بنتي ضاعت. داوني الحبس والعالم ديال الحبس كان عالم واحد اخر، ماشي بحال هذاك ديال الافلام، هذا حالته حاله وخانز بالخموليه. من بعد اسبوع المهم غادي تطيح علينا واحد الفكره، بما انه خالتي طماعه رزقي اللي مخبيه انا عند خويا غادي يعطيه لماما اللي غادي تعطيهم لختها باش تنازل باش انني نخرج مازال داك الاسبوع. في ديك الوقيته بقيت عاطيه غير القران والصلاه وكنستغفر الله باش انه يسمح ليا، وندمت حتى ندمو شفار عينيا على التعويجه اللي تعوجت وانني مشيت للهاويه. من بعد ما دازت 15 يوم دوت مع دارنا، اش بقاو داروا مع خالتي؟
بشروني بلي انها قبلات باش تاخذ 6 ديال المليون وشي سلسله نتاع الذهب سجلوها، ولكن مازال ما عطاتهم الكلمه، كتقول غير اليوم غدا اليوم غدا. سال واحد الصباح جات ديك الموظفه قالت لي مبارك مسعود عليك يا مريم نوضي خرجي، ونار على فرحه تيقوني. دا قلت لكم اول مره غادي نفرح من بعد الموت ديال ولدي، حمدت الله وشكرت وصليت. خرجت ومشيت للدار كنشوف البلاصه اللي بتنا فيها مع خالتي، كنقول سبحان اللي بدلها في ليله واحده. دغيا تقلبت الحاله وليت محابسيه وجربت كل شيء، الزواج، السحر، القهره، الموت، الفقدان، الاغتصاب، طريق العوجه، الحبس، ما بقى لي والو. بابا غادي يصبح علينا، بقى كيضحك فوقاش جايه الكارثه الاخرى ديالك يا مريم. نط ماما غوتات عليه غوته واحده، خرج عليا من داري. باغا تجري عليا؟ اه غادي نجري عليك، وعييت منك ومن فعايلك ومن قسوحيه قلبك. المهم طلبت منه الطلاق وهو تصدم، عيات، زباله ديال الفلوس اللي خسرات عليه، جدي خلى ليها تبارك الله الغراق ديال الخير اللي تقريبا كله مشى على با. المهم خويا غادي يقول لماما بلي انني غادي نرجع لها الدار، ولكن بشرط تعطيني من فلوسها لانه حتى انا خسرت على ديك الدار. قلت انا ما عنديش مشكل. واحد الصباح غادي نوض على ماما شنو هاد الريحه، شافتني بلي انني غير معيوفه وما عجبتنيش، ومشيت كنرجع عزاكم الله. قلت ياك ما شي حاجه مرضتني من الحبس، مشينا للطبيبه ديال المعده اللي غادي تلقى عندي ميكروب، وخرجت لي الدواء، ولكن واخا هكاك بقات لي ديك الترويعه وحريق في كرشي اللي كان في التحت، دوزت ليه كحله. في الصباح مشينا لعند الجينيكو ودخلنا لعندها، شويه غادي تنطق وتقول لي مريم باركم سعود راكي حامله. شو كتخربقي؟ لا راه بصح جمعي حوايج كنت بعيني للبيرو، غادي تقولها لماما. والصدمه اللي تصدمت حتى هي تصدمتها ماما، بقينا غير حالين فمنا وشي تيشوف شي. شويه تقول يا طبيبه ولكن راه عندك مشكل، الحمل ديالك ماشي هو هذاك، حيتاش خارج الرحم وصعيب باش انه يبقى، وعندك واحد الكره اللي خاصنا ضروري نديروا ليها التحليل نشوفوا شنو فيها. المهم دات معايا باش نرجع من بعد يومين، بين ما ندير شي راديوات خرجنا انا وماما ساكتين مصدومين، شدينا تاكسي والطريق كله غير سكات. انا واحد اللحظه نسيتها، بديت كنتفكر غير واش يكون زعما هاد الحمل من سامي، حيت هو مع من كنت علاقه في ديك الثلاث ايام. ولكن مع داك ولد خالتي كان اختصاب من نوع اخر بلا ما ندخلوا في تفاصيل اخرين، ولكن اللي مغاديش ينتج عليه حمل. المهم كنت متيقنه بلي انا ولد الحامل كان من سامي، من قوه ما انا مصدومه، من قوه ما انا كنت فرحانه. دخلت للدار حتى حد ما كيدوي مع الاخر، شويه قلت لماما شنو غادي نديرو في هاد الكارثه دابا. جات لعندي قربت حدايا وقالت لي مريم غادي نسولك وغادي تجاوبيني بصراحه، نهار اللي سمحت في باك وتبعتك هنا شنو قلنا؟ غادي نكونوا واضحين وصريحين مع بعضياتنا، وليت اديك غادي تاديني، حيتاش الواد ديالنا واد واحد، فاش كذبتي عليا؟ غادي نرتاح اليوم، حتى الغدا غادي نكمل لكم التصوير. وهنا رجعت لكم من جديد، هاد الحلقه صورتها لكم هاد الصباح، عدنا. المهم خليناها فاش مريم كتقول لماماها فشنو كذبت عليك ماما، شنو كاين هادشي اللي حامله به راه ماشي ديال ولد خالتك. ولكن ماما راه وليت تعدى عليا، واش كذبتيني؟ قسما بالله اذا بصح ها شنو دار ليا وها شنو دار؟ قالت لي جلسي وسكتي، هادشي اللي في كرشك راه ماشي منه، انا غادي نقول لك علاش. عقلتي على ولد خالتك فاش تزوج ديك اللبنانيه؟ اييه انا اللي عاونته باش يتزوج بها ومشى معها لبلادها، من بعد رجع وقال لهم بلي غادي نطلقها حيتاش حنا ما مفاهمينش. ناض ديك اللبنانيه عيطات ليا في التليفون وقالت لي راه داك ولد اختك خائن. علاش؟ حيتاش ما تيولدش وما قالهاش ليا، وانا بغيت الولاد. صافي انا بقيت غير مصدومه. قالت لي ونزيدك عقلتي على ديك البنت اللي تزوج بها وجابها من الدوار؟ اختي براسها عيطات ليا وقالت لي عافاك اعتقيني اختي، راني بغيت ولدي ومراته باش انهم يولدوا، وما عنديش الفلوس باش انني نداويهم. وقلت لها انا غادي نوقف معاهم، وانا اللي مشيت معاهم حتى لعند الطبيب ودرنا التحاليل وما خلينا ما درنا. في الاخير غادي ياكد لي الطبيب باللي انا السيد عاقر وما تيولدش، والبنت راه ما عندها حتى شي مشكل. وهاد الزوج حوايج حضرت لهم بنفسي، ولكن اختي امنتني عليهم وقالت لي اعطيني عاد الله تخلي هاد الكلام ما بيناتنا، والحمد لله بقات ما بيني وما بينها واخا غدرتني حتى لدابا فاش سمعتيها انت مني. دابا قولي لي شنو كاين، قولي لي الحقيقه. بقيت غير مصدومه. في نفس الوقت جاتني واحد العبير ديال الفرحه، حيت تاكدت بلي انه هذا الحمل من واحد الشخص اللي تنبغي انا، ولكن ما قادر يدير على قبلي حتى شي حاجه. ما فهمتش انا ذاك شنو ديك الكارثه اللي كنت وسط منها، بقيت غير ساكته وحانيه راسي. ما غاديش تهضري يا مريم؟ لا لا انا غادي نعاود لك ماما كل شيء. صافي ملي وصلنا لهذه المرحله غادي نقول لك شنو كاين. يلا عاودي، انا تنبغي واحد الولد من فوقاش من الصغر،
من نهار بززت عليا الزواج بعثمان وبقى لحد الان تنبغيه وكنتلاقى معاه وسميت ولدي على سميتو. بقيت كنعاود وكنعاود وقلت لها كاع الحقيقه حتى ديال النهار اللي قلت لها راه غادي نجلس في الدار نرتاح ولكن مشيت دوزتها معاه هو. عاودت لها كل شيء. ايه واش غادي نقول لكم، بقات كتضرب في خضا وكتولول. اويلي اويلي على بنت الحرام، صدق باك تيهضر بصح خوك قاطع عليك الهضره وعارفك شنو كتسوي. اويلي على بنت الحرام، هادشي كله صدق فيك وصدقوا على حق وانا تابعك وانت غير كذابه. غوتات مسكينه حتى شبعات وعيات وجلسات الارض. ماما هادشي اللي عطى الله صافي، هذه هي الحقيقه. فين خدامه تخينه؟ لا راه ما خدامش شي خدمه مستقره، ندير غير واحد الفراشه في السويقه وتيبيع وكيشري كل مره وفاش كيكمي كيشرب تيدير كلشي كلشي ما كذبت عليها ولو فاصله. بقات عليا اويلي تزعطات لي البنت في هاد الشمكه، اويلي ولد الحرام ضيعك وخرج عليك يسحب لكم انا في هاد العالم، انا في بالي غير مع داكشي اللي في كرشي واللي منه هو. ماما كتغوت كتضرب كتندب ما خلات ما دارت، وانا في عقلي باللي انتيا راكي حامله من سامي. نطت وضيت صليت وقلت يا ربي وما عرفت ما نقول. شو غادي نقول لك يا سيدي يا ربي؟ انا يا ربي راني عارفه راسي باللي انني غلطه بالحق، انا مزوقه فيك خلي لي هادشي في كرشي. يا ربي ولدي الاول راك ديتيه وهادشي دابا عافاك خليه ليا. بقينا هكاك دوزنا ديك يومين تنشرب الدوايات. ماما بردات وتفهمات، مشينا عند الطبيبه دارت لي التحاليل وقالت لي بلي انا وعندك واحد الكره واللي فعلا كيف شفناها النهار الاول غير هو ما عرفناهاش واش فيها شي حاجه خايبه ولا لا. ودابا خاصك تبقي غير جالسه ما تحركيش رجليك وديري الترويض ديالك. وهنا عاوتاني صدقت في تماره وحرب جديده اللي دخلت فيها انا اللي كانت قالت لي الطبيبه كنت نطبقها بالحرف. ما تحركيش ما كنتحركش، حتى من المرحله عزكم الله كنت نقول ماما اجي عاونيني فيه ولا تقول لي راني شفتك محافظه على هادشي اكثر من القياس. ما نكذبش عليك ماما انا هادشي باغا يبقى ليا. عافاك ماما دعي معايا الله يسهل عليا. عافاك بنتي لما بعدي مني، راني ما بقيت ما عارفه باش غادي ندعي معاك، واش الله ياخذ فيك الحق ولا الله يعاونك ولا الله يهديك. انا راني ما بقيت عارفه حتى شي حاجه. خويا جا من بعد ايام وقالت ليه شوف داكشي اللي كتب لمريم غادي نصرفوه، راه دابا دخلنا في كارثه واحده اخرى ياك لاباس. عاوتاني مشينا عند الطبيب ولقيناها حامله. تحيدو ديك الهضره ولدي، سير قولها لمرتك ولا مع من كتخرج ولا تدبر راسك، اما اختك ما غاديش دير ديك الكارثه واللي كتبها الله راه حنا قابلين عليها. اكيد نقر غوت غادي جاي ما خلا ما قال، واش ما غاديش تحيدوا علينا داك الحرام؟ واش باغيين تعيشوا غير في الحرام؟ وما خلا ما دار. وانا ما كنتش كنحاول نتعصب معاه، كندخل لبيتي وكنسد عليا حيت خفت لا توقع لداكشي اللي فكر شي حاجه. والطبيبه قالت لي خاصك غير ترتاحي، وسط هادشي كله راه ميمتي اللي كانت مطاكيه عليا غير كنشوفو كندخل ونسد عليا. من بعد ما درت شهرين ونص واحد النهار هزيت التليفون ديال ماما، بديت كنفكر تنقول لا راه سامي خاصو يعرف، واخا ماشي قد المسؤوليه وما مستعدش خاصو يعرف، علما انه ماما قالت لي ما خصوش يعرف. صيفط ليه ميساج فينك بغيت نشوفك ضروري نقول لك شي حاجه، ما جاوبنيش. كتب لي ماما راهيك جايه، دغيا مسح داك الميساج وحتى التليفون. هي حسات بيا شنو كديري؟ قلبت التليفون ديالها ما لقات والو، شدت لي يدي وزيرتها. شوفي يا مريم كنقسم لك فمي بالله ثم بالله اذا عاودتي لهاد السيد هادشي ولا ساق لك الخبر ولو بكلمه وحده درتيها مورايا ما انا امك ما انتي بنتي، غادي نخليك وغادي نمشي لشي جايحه ما تعرفينيش مازال باقي. انا علمتك بغيتك تنساه يا انا يا هو. بقيت كنشوف وكنقول انا راه ما كرهتوش وما كرهتش ندير انا ويا عائله، ولكن انا عارفه بلي انه هو ما قادش وما نقدرش نضيع ميمتي اللي وقفات معايا. نطت عنقتها وقلت لها انا معاك ميمتي، قلت لها رقاصه عليا ولكن انا معاك، قلت لها انت اللي بقيتي معايا وانت اللي ما سمعتيش فيا نهار الخايب وانت اللي ضيعتي عليا رزقك وضيعتي عليا صحتك وضيعتي عليا كل شيء. قلت لها والله ما نسمح فيك ميمتي، قلت لها شوفي كنوعدك كنوعدك الى يوم الدين. قلت لها انا عمرو ما يسيق عليا شي حاجه شي خبر. قالت لي ما حدي عايشه نهار نموت دبر راسك. صافي من بعد هي هذيك وعدتها، درت 4 شهور ومشيت عند الطبيبه باش نشوف شنو عندي. لقينا بنيتها، فرحت وحماقيت بالفرحه وقلت لها غادي نسميها مريم. بعد سيمانه على هذه الفرحه اللي ما قدتنيش فيها الارض، وكل مره تنشوف كرشي في المرايه كيف تنفخات، ما ندويش لكم على الحريق اللي دوزت ومصارني اللي كانوا كيتقطعوا، تنقول غادي نصبر على وديت العوينات نتاع بنتي. من بعد سيمانه واحد الليله ماما عطاتني الحليب باللويزه شربته وشربت الدواء ديالي، شوي غادي يشدني واحد الكلاكاج عجيب في رجلي اللي بدا تيطلع ليا مع كرشي. كنقولها هو يطلق مني هو يطلق مني، شويه كرشي ولات بحال شي خشبه كنضربها قاسحه. شويه بديت كنزف واحد النزيف اللي راه ما يمكنش كلشي عمر بحال شي روبيني حليتيه ما بغاش يتسد.
ماما طارت عيطت للامبولانس اللي غادي يدخلوني وضربوا لي شوكه. غيبت ولقاو عندي واحد النزيف اللي هو كان حاد. فقت لقيت راسي ناعسه. اول حاجه غادي نديرها غادي نقلب كرشي. لقيت كرشي خاويه. شفت في ماما قلت لها حرام عليك ماما فين هي بنتك. قلت لي يا بنتي انا ما نخليكش تموت. قلت لها ماما كوني خليتيني مت ناوي. قلت لها كوني خليتيني مشيت انا وياها عند ولدي. شحال مجوني منها حتى هي عاودت عليا. علاش ربي علاش حرمتيني منها علاش حرمتيني منها. ربي ما قداش تحمل عاوتاني خساره ديال شي واحد. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. المهم جات عندي الطبيبة حاولت أنها تهون عليا وتنصحني وبلي أنا وخاصني نديها في صحتي لأنه ديك الكرة اللي لقاو عندي في الوالدة ديالي بدا كيتكون فيها المرض الخبيث واللي خصنا ضروري نشوفو شنو نديرو ليها. قالت لي يا مريم سيري ارتاحي واحد السيمانة من الكورتاج وديك الساعة غادي نقررو شنو غادي نديرو. ما بين هاد الوقت خويا عاود تسخن عليه الحال. جا وقف على ماما بغيت فلوسي. اقترحت عليه يكتب ليها الدار وتمشي تعطيه حقه في الفلوس من واحد الدار نتاع جدودي اللي كانت بات. مشى عند النوطير هو وياها وكتبات ليه وحسب بلي انا ولقى عنده 20 مليون اللي خسر عطاتها ليه والبركه اللي بقات ليها خبتها في البنكه. وجات عندي قالت لي هاد الخبر. ماما سمعي نقول لك انا ما عنديش من غيرك ما عندي ما ندير بهاد الدار. خديها انا ما بقات كتهمني حتى شي حاجه. انا زهدت على الدنيا ما عندي ما ندير حتى شي حاجه. مشيت رجعت عند الطبيبه قالت لي ما عندي ما نخبي عليك راه عندك المرض في الوالده. بقيت غير تنشوف وماما كتقول غير لا حول ولا قوه الا بالله. شنو دابا دكتوره دابا غادي نموت. ولكن دكتوره فراسك انا راني ما خلعانيش بالعكس راني توحشت وليداتي باش نمشي نشوفهم. تنقولها ماشي مشكل وتنضحك انا راضيه بقضاء الله وقدره. دكتوره الوالده هي المراه ولكن حنا خاصنا ضروري نديروها حيتاش المرض انتشر لك فيها. رجعنا للدار بدات ماما كتعنقني شوفي باك شوفي خوك شوفي هذاك اللي كتحماقي عليه واش عمرو سول فيك. الرجال ما عندهم فين ينفعوك ما فيهم خير. بقات معايا حتى اقتنعت حيتاش عييت ومليت وهذا الشيء اللي عطى الله هذا لله. اللهم ولك الحمد اللهم ولك الحمد. واحد الليله خويا جيت يسلم علينا قالت ليه ماما فين غادي غادي نحرق دعيو معايا. سبحان الله العظيم واخا هكاك كيبقى خويا وتبقى وقف معايا وتبقى عزيزه ليا عزيزه ليا واخا دار فيا داكشي كامل واخا خرج مني العجب المتعجب واخا ما حنش فيا واخا ما يعني في الاخر رجع ضدي ولكن بقى خويا. يعني نهار الاول لقيتو غير هو قدامي هو اللي وقفني من الازمه ديالي هو اللي خرجني من داك المرض النفسي هو اللي خرجني من هو اللي حببني في ولدي هو اللي دار لي راه ما خلى ما دار معايا واخا في الاخر دار ليا العكس ولكن ما خديتش ما كذبش عليك عطيت تسلمنا وتعانقنا وبكيت انا وياه وقال لي اسمحي لي اختي قال لي اسمحي لي وعرفته صراحه انا كنت عارفه ماشي الخاطر. المهم وصل النهار ديال العمليه ودخلت درتها. لما نط قسما بالله اذا مريم اللي نعسات ماشي هي اللي نط. بلا ما نقول لكم الهستيريا مناش دزت نتا فاش كنتفكر بلي انه ما بقاش عندي امل في وليدات جداد اللي كتب ليا صافي راني شفته. بكينا وشبعنا وساليت رحلة العلاج اللي كانت صعيبة عليا وحتى على ماما. ماما اللي كانت على كبرها خاصها ترتاح ولكن اختارتني وتقاتلت معايا. غادي نتعافى وتقبلت بكل جوارح جولي باللي انه الوالدة راني حيتها وما يمكنش ندير الوليدات ماشي بزاف عاوتاني غادي تنفخوا ليا القواطر. وقالت لي الطبيبة باللي انه يقدر يمشي لك الصوت. وهنا فين قررت باش انني غادي نعاود حكايتي تبقى عبرة ومن بعدها غادي ندير عملية ومن بعد غادي يرجع لي صوتي الحمد لله بشوية بشوية مع الترويض والدواء. انا اليوم تندور وكنقول الحمد لله ولات الحياة ديالي كتساوي انا وماما والله والقبلة. كناكلو كنشربو هادشي اللي كاين حاليا. اللهم ولك الحمد خرجنا من الأزمة من الحرب من بزاف ديال الحوايج. خويا وصل لديك البلاد اللي بغى وتيقول لينا بلي انه لاباس عليه. هذاك عثمان باقي مسجون وسامي قررت باش انني ما باقيش ندور جيتو حيتاش وعدت الله وعدت ميمتي وعد حر بلي انني ما نكونش معاه في الحرام غير اذا خرج شي مكتب اننا نتزوجو. ولكن هي براسها كتقول لي بلي انا ما كنرتاحش ليه. انا حاليا باغا ندير باك حر باش انني نخدم ونتلها. ودرت تحدي بلي انني نحفظ سورة البقرة اللي بديتها ومازال ما كملتش فيها. تسجلت انا وماما في دار القرآن وان شاء الله ربي غادي يدير لنا فيها الخير. السلام عليكم البنات. السلام عليكم اختي أميمة. اول حاجه غنشكر أميمة بزاف 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 حيت مسكينه تعذبات معايا في هذه القصه وخدات مني واحد الطاقه سلبيه كثيره في هذه القصه ديالي. الحاجه اللي غنقول لك الله يجعل ربي يسهل عليك ويحفظ لك بنيتك ويحفظك لينا أميمة أميمة الغزاله. حاجه اخرى غنشكر البنات كاملين اللي دعاو معايا جميع الناس اللي قالوا في حقي كلمه زوينه الناس اللي ترحموا لي على ولدي الناس اللي قالوا الله يعطيها الصبر اكيد ربي ما غيضيع ليش هاد الدعاوي. انا فرحانه بهم بزاف بزاف
وارتحيت ارتحيت ارتحيت بزاف، حيت عرفت بزاف كاين الناس كيبغيو لك الخير، الناس كي كنقول لك الله يجعل ربي يسهل عليهم كاملين ويحفظهم من اي شر، المتسبعين الغزالين ديال اميمه الله يسهل عليكم البنيتات الغزالات، الله يحفظكم. هادشي اللي غنقول لكم. وحاجه اخرى بغيت ننصحكم واحد النصائح اللي اعتبروهم من واحد الانسانه اللي دازوا عليها بالصح. اول حاجه البنات ما ديروش شي حاجه ما باغينهاش، ما يبززوش عليكم عائلتكم شي حاجه ما باغينهاش، فين غتوصل كاع غتاكلوا العصا ومن بعد غيقتلوكم ما يمكنش. اكيد غيب في الاول كيخلعوا الواحد، حنايا حنا قلبنا هشيش، انا طحت واحد المشكل اللي كانت الخلعه قاتلاني تخرجت على راسي، ضربوني قتلوني داروا اللي بغيتوا، راه ما غنديرش ديك الحاجه انا ما مرتاحه لهاش. حاجه اخرى البنات ما تثيقوش، ما تثيقوش في الصحابه، ما تثيقوش في العائله، راه ما بقاش في هذا الوقت ديالنا فين تثيقي، وتا كاع حتى لا تقتي في الناس ديالك، راه يمكن يدخل شي انس في صفه هو شيطان ولكن في صفه انس ويخربق بيناتكم ويولي مشاكل كثر. هذاك الشيء علاش ما نتيقش رزقي ما نعطيه لتا واحد، هضرتي ما نقولها لتا واحد، الا ضرني خاطري نصلي جوج ركعات ونقول لربي كاع داك الشيء اللي ضرني، راه ربي كيسمعنا. حطي راسك على حطي جبهتك في الارض واش كيشكي البنات تقولوا اي حاجه، ماشي ضروري تقول يا ربي يا ربي، وهضري هضري هضري كيما كتهضري مع صاحبتك هضري مع سيدي ربي، سيدي ربي هو احسن مستمع، احسن واحد ممكن تشكي عليه. هذاك الشيء كنقول لكم اللي كيضركم ما تخليوش بنادم يشدو عليكم مره اخرى، ديما الحاجه الخايبه خليها لك وعاودي غير داك الشيء القليل القليل القليل. حاجه اخرى البنات هي ما تطلبوش الحنان من شي بلاصه ما تستاهلوهاش، يعني الحنان ما كيتطلبش، الحنان كيتعطى، ما تحاوليش تمشي تطلبي الحنان من شي بلاصه الاخرى اللي ما غادي اللي غادي تضرك. هادشي اللي كاين، كنتمنى تقلو تفهموا هاد النصائح اللي قلت لكم وديروا بهم، حيت راه بصح كينفعوا كينفعوا بزاف بزاف بزاف. وشكرا لكم مره اخرى بزاف البنات، الله يسهل عليكم كاملين يا رب. وهذه هي كانت حكايتي، ويا على هاد الحكايه شنو عشت معاها، ويا على هاد الحكايه شنو عشتو معاها، فعلا تعبت معاها، فعلا تعبت، ولكن من اكثر الحكاية اللي خلوني انني نزرب باش انني نحكيهم لكم، باش انني ندير لكم حلقه مور حلقه. راه الجهد اللي عطاني ربي في هاد الحكايه راه سبحان الله. شوفوا اول حاجه قبل ما نبدا النصائح، اول حاجه قبل ما نبدا الراي ديالي ونشارككم شنو حسيت، شفت هاد الام شحال عظيمه، خصوصا الام دابا انا كنهضر على الام ديال مريم، كانت ليها بحال شي ذراع واقم بزاف ديال الامور. كل مره كانت كطيح مريم، بامكان هاد الام انها تستسلم وتخلي بنتها ولا تبرم بنتها، وراه شفنا حكايه بزاف من هاد القبيل، لكن بقات مع بنتها ما تخلاتش عليها. يعني ربي ورغم ان هاد الشيء كله خلا في جنبها واحد السند باش ما تجيهاش الضربه اقوى، اكيد تألمات وبكات وتضرات وشكات وغوتات وخطات وتابت وخطات وتابت، لكن اللطف ديال مولانا كان معاها في جميع اللحظات ديال حياتها. راه ربي مع الجميع، راه ربي ما تيخلي حتى شي مسلم، مستحيل مستحيل حتى شي انسان ما تخلق في الدنيا الا وعنده سبب، الا وعنده دور، اي واحد اداه في حياتها كان سبب هذاك الشيء المكتاب ديالها. ما عرفناش واش هذا الشيء من سحر لانه داك الشيء بزاف، ولا انه قضاء الله وقدر، ولكن ما كاينش اللي كيتقبل هذه الابتلاءات، ما كاينش اللي كيرضى بهم، لكن سبحان الله الانسان كيبقى ضعيف لكن استفدى الدروس والحمد لله في الاخير كنشوفها انا قويه. لما مولانا تيحبك تيبتليك وتيرقيك في السماء وفي الارض. انا صراحه اعجبت بالحكايه ديالها، الكلام ديالي ما عرفتش شنو غادي نقول لانه كلام طويل ما بيني وبينه وكان حوار، لكن غادي نخليكم نتوما تساندوها بكلامكم، غادي نخليكم نتوما تنشطوها بكلامكم، لانه كلمه طيبه راه صدقه. وشوف اش كانت كتقرا التعليق ديالكم الطيبه، ما تصوروش الفرحه والنشاط اللي دخلت ولا على قلوبها. وفي الاول بزاف منكم لما تقبلش الحكايه لانها الاحداث ديالها كانوا قاسيين، ولكن اكيد 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 ان ربي حب مريم وعطى لها ابتلاء امور ابتلاء. وسبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل ما كتقول صافي انا ما قادراش ربي كيعطيها الجهد من جديد وكيوقفها من جديد. صحيح انا وكتفشل، صحيح انا كتطيح، ولكن مولانا معاها، مولانا عمره ما خلاها، مولانا عطى لها كل حاجه في حياتها باش تعلم منها درس. مولانا بين لها شحال من خطره بلي انه داك الانسان اللي كتبغي ومشيتي معاه في الحرام راه ما صالحش ليك، وبلي انه راه الدنيا والدار والفلوس الى ما اخره حتى شي حاجه ما كتسوى مع الصحه للنفس ولا البدنية ولا كل شيء. الحمد لله ربي أعطاها كل حاجة لحكمة لا يعلمها إلا هو. أنا أكيد بأنه حتى شي حاجة ما تحطت لها في حياتها عبثية ولا غير شر، إلا
ابدا ابدا ابدا. انا عندي واحد الايمان قوي، واحد الايمان قوي بلي انه من مورا كل حاجه خايبه الا وعندها واحد الخير كبير. الحمد لله ربي بغى ليها انه يكون عندها زوج ديال الملائكه في السماء يشفعوا لها نهار تموت. هذه راه في حد ذاتها خير. صحيح انه قاسحه والقلب ديال الام صعيب انه يتقبل الموت ديال الابناء ديالو، ما يمكنش نتخيلها، ولكن ربي ما تيحرمش، ربي ما كيعذبناش. لكن اللي عجبني في هذه القصه كلها وفي هذه الحكايه كلها، مش عارف شحال من لحظه جاتني البكا في هذه الحكايه، ولكن قويت راسي. ما قدرتش نحكيها لكم بالطريقه ديال مريم اكيد، لانه هي اللي عايشه داكشي، هي اللي عارفه مناش دازت، كتبكي وكتتشنشق كتخنق الى ما اخره. لكن تزيرت معها انا بعض الاوقات، سولت راسي في بعض الاوقات واش هذا الشيء بصح، واش حنا عايشين فعلا مع هذا النوع ديال البشر، واش حنا فعلا عايشين مع هذه القساوه ديال القلوب. سبحان الله، شوفوا قساوه اب شنو دارت، صحيه الراس نتاع اب شنو دارت. ولكن هادشي كله كان غير سبب، لانه قضاء الله وقدره. هذه كانت حكايتنا الليله، ما تنساوش انكم تشاركوها مع صحابكم احبابكم اللي عجبكم، يستافدوا معنا يستافدوا مع المؤنسه ديالهم. انا ونيستكم اينما كنتم، دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم على كل شيء، تفاعل ديالكم، الحب ديالكم، الطيبوبه ديالكم، كلام المؤدب ديالكم والرقي ديالكم. افتخر بكم، افتخر انا عندي بحالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلقاو يمكن بعد يومين ان شاء الله ولا بعد غدا، مازال ما حتى نشوف كيفاش دايره الامور. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.